احتفاء بذكرى 45 اللي جاء آخر جندي أجنبي على الأقاليم الجنوبية للمملكة التي نحتفل بها اليوم 1 مارس 2021، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالتعاون مع عملة إقليم السمارة حفلا افتتح بآيات بينات من ذكر الحكيم تلته كلمة السيد رئيس مجلس إقليمي وبعدها كلمة السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ثم كلمة أسرة المقاومة وجيش التحرير وكلمة باسم أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. بعدها تم توزيع حوالات مساعدات اجتماعية لإفادة أسرة المقاومة وجيش التحرير. الحفل تمت فيه مراعاة التدابير الاحترازية. الحوالات الموزعة بقيمة 52 ألف درهم أشرف على توزيعها السيد باشا ممثل السيد العامل عملة إقليم السمارة. الحمد لله التي علينا ظاهرة وباطنة، اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تنصر جلالة الملك محمد السادس، اللهم كن له وليا ونصيرا ومحيا وظهيرا، اللهم احفظه بما حفظت به ذكر الحكيم، وأقر عينه بول عديمنا الحسن بشقيقه مولاي رشد بكافة أسرته الملك الشريفة. اللهم يا أرحم الراحمين تغمض برحمتك الواسعة شهداءنا الأبرار وعلى رأسهم جلالة الملك محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما، اللهم اجعلهم في مقعد صدق عندك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.